السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى مرة الصف الرابع الابتدائي، معكم مستر محمد من قناة السليم. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض امتحان مهم جدا للصف الرابع الابتدائي في مادة الرياضيات، والامتحان ده هيشمل المنهج كله، وهنراجع مع بعض فيه جميع الأفكار اللي ممكن تقابلنا في امتحان الترم الأول. السؤال الأول هنا بيقول: القيمة المكانية للرقم 3 في العدد 12,537,265. احنا هنا عايزين نشوف التلاتة دي مكانها فين. هنبص احاد، عشرات، مئات، احاد الالوف، عشرات الالوف، يبقى التلاتة مكانها في عشرات مين؟ الالوف. فالاجابة هتكون د، عشرات الالوف. بعد كده السؤال التاني اما يقول: يوم وخمس ساعات فيهم كام ساعة؟ احنا عارفين ان اليوم فيه 24 ساعة، 24 ساعة وخمس ساعات، يبقى هقول 24 زائد 5 ساعات يبقى 29 ساعة، يبقى 29 ساعة. السؤال رقم 3 بيقول لي: 127 زائد 18 تساوي 18 زائد 127، تسمى خاصية ايه؟ احنا خدنا مع بعض السنة دي الخواص، خاصية الابدال لو هو بدل الاعداد زي ما احنا شايفين كده، 127 موجودة هنا وال18 موجودة هنا، فدي بنسميها خاصية الإبدال. خدنا كمان خاصية تاني اسمها خاصية الدمج. يعني الدمج يعني لو هو جايب لي في السؤال أقواس فأنا هختار خاصية الدمج، لو هو جايب لي العدد زائد صفر يبقى دي اسمها خاصية المحايد الجمعي. السؤال الرابع بيقول لي: مستطيل طوله L، طول رمزه L وعرضه W، فإن محيطه؟ احنا حافظين ان محيط المستطيل عبارة عن الطول اللي هو L زائد العرض اللي هو W، ونضربها في كام؟ في 2. تعالوا نشوف رقم كام في الاختيارات. هنا 2 في L زائد W، لا طبعا هنا W في L، هنا دي 2 اللي هي دي في الطول اللي هو L زائد العرض اللي هو W، فهتكون الاجابة بتاعتنا رقم G. السؤال رقم 5: تقدر كتلة مستعمرة نمل 14 كيلو جرام و89 جرام، فإن كتابة هذه الكتلة بالجرامات؟ عايز يكتب الكتلة بالجرامات. احنا عارفين ان ال 14 كيلو فيها 14 ألف جرام، ال 14 كيلو فيها 14 ألف جرام زائد 89 جرام، يعني زائد كام؟ 89 جرام. هنجمع الاثنين مع بعض، 0 زائد 9 اللي هي 9، 0 زائد 8 اللي هي 8، 0 هنا طبعا ممكن نحط صفار، الصفر اللي قاعد ينزل، واربعة وصفر اللي هي 4، واحد وصفر اللي هي كام؟ 1. فهتكون الإجابة 14,089، 14,089 اللي هي الإجابة رقم ب. بعد كده السؤال رقم 6 بيقول: العدد نقط مضاعف مشترك للعددين 5 و10. طيب دلوقتي انا عايز اعرف ازاي اجيب المضاعف المشترك. هنمسك العشرة ونمسك كمان الخمسة ونجيب المضاعفات بتاعت العشرة. بنبدأ من الصفر، اللي بعد الصفر هنزود 10، او نقول 10 في 1 ب10، و10 في 2 بكام؟ ب20، وهكذا. نمسك الخمسة نكتب برضو الصفر، لأن الصفر مضاعف مشترك لجميع الأعداد. ممكن يجي يقول لي المضاعف المشترك لجميع الأعداد، نقول له الصفر. ممكن يجي يقول لي العامل المشترك لجميع الأعداد اللي هو مين؟ الواحد. فنمسك هنا أول حاجة الصفر، بعديها 5 في 1 ب5، 5 في 2 بكام؟ ب10. فالمضاعف اللي موجود هنا وهنا غير الصفر اللي هو الكام؟ العشرة. يبقى العدد 10 مضاعف مشترك للعددين 10 و5. بعد كده السؤال رقم 7 بيقول لي: 10 أمثال العدد 930. يعني ايه الكلام ده؟ يعني هو عايز يضرب العدد 930 في 10، 930 في 10 طبعا هنزل الصفرين، و 93 في 1 ب93 وكام و90، فهتكون الإجابة 9300. أو ممكن أزود صفر على العدد اللي عندي. طب فين اللي نزود صفر على العدد اللي عندي؟ اللي هي الإجابة رقم ب. بعد كده السؤال التاني بيقول لي: أكمل ما يأتي، أكمل ما يأتي. عايز يجمع 3156 زائد 5557.
ممكن نجمع بالطريقة الأفقية الموجودة، وممكن نكتبهم بطريقة رأسية. الأولى 5557 زائد الثانية 3156. نجمع الأحاد مع الأحاد، 6 زائد 7 13، نكتب الثلاثة ونطلع بالواحد. 1 و5 6 و5 11، 1 ومعنا برضو الواحد. 1 و5 6 و1 يبقى كام؟ 7. الفاصلة تنزل. بعد كده 5 زائد 3 بتساوي كام؟ 8. فهتكون الإجابة 8713. السؤال اللي بعد كده بيقول عوامل العشرين، عايزين نعرف عوامل العدد 20. هتمسك العشرين تحللها بأي طريقة انت خدتها السنة دي، شجرة العوامل أو قوس قزح أو أي طريقة. فهنمسك العشرين مع بعض. كم في كم بعشرين؟ أول حاجة 1 في 20 ب20، و2 في 10، و4 في كام في 5. يبقى عوامل العشرين أول عامل معانا الواحد، بعديه الاثنين، بعديه 4، بعد كده 5، بعد كده 10، بعد كده 20. هي دي عوامل العدد كام؟ 20. السؤال رقم 3 جايب لي عدد هنا وعايزنا نجمعه أو نكتبه بالصيغة القياسية. السؤال رقم 3 هنا جايب لي السؤال بالصيغة الممتدة وعايزني أجمعه. طيب احنا ممكن نستخدم شرط لتجميعه ازاي؟ هنبص كده، معانا أكبر رقم أحد عشرات مئات، يبقى دي كده 3 شرط. أحد الألوف، عشرات الألوف، مئات الألوف، يبقى كمان 3 شرط. بعد كده مليون اللي هو 8. هنبص هنا أول خانة، خانة الأحاد، هل في رقم واقف لوحده في الأحاد؟ مفيش، هنحط 0. بعد كده هندور على الرقم اللي هو في خانة العشرات، زي مثلا 10 20 30 40 45، مفيش، فهنحط برضو كام؟ فهنحط 0. نخش على المئات، في 100 200 300 400، مفيش، فهنحط كام؟ 0. بعد كده هنبص على الرقم اللي في أحد الألوف اللي هو الاثنين، فهنروح حاطين كام؟ الاثنين، لأن هنا طبعا الاثنين قدامها كام؟ 0. التلات إيه؟ أصفار. بعد كده هنخش على الرقم اللي بعديه، وممكن نبص هنا دي 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ونحط كام؟ 6، ونحط هنا الإيه؟ 6. بعدها نحط 8 ونكمل الباقي بأصفار، ونكمل الباقي بأصفار، فهتكون الإجابة بتاعتنا 8 6 0 2 كم؟ 0 3 أصفار. فهتكون رقم 3 8,602,000. طبعا سؤال عايز تركيز شوية. السؤال الرابع مديني هنا نقاط وعايزنا نكمل النقاط. هنبص التسعة موجودة هنا، خلاص يبقى احنا هنا نحط 9. طيب الاثنين دي موجودة هنا، وهنا مفيش 2، فهنحط هنا كام؟ 2. السبعة موجودة هنا ومش موجودة هنا، فهنروح حاطين هنا الكام؟ 7. يبقى بالخلاصة كده احنا بنشوف العدد اللي ناقص وبنكمل مكانه. السؤال رقم 5 بيقول لي ينام طارق 8 ساعات، فإن المدة التي ينامها بالدقائق. عايزين نعرف الثمان ساعات كام دقيقة. عشان نحول من ساعات لدقائق نضرب العدد ده في 60، يبقى 8 في 60 هتساوي، هنكتب الصفر، وستة في 8 ب8 وكام؟ 40، هتبقى 480 دقيقة. يبقى هو بينام 480 كام دقيقة. السؤال بعد كده رقم 6 بيقول لي أصغر عدد أولي هو. عارفين إن احنا أصغر عدد أولي هو الاتنين. طب ممكن يجي يقول لي أصغر عدد أولي زوجي، الاتنين برضو. طب أصغر عدد أولي فردي، التلاتة. السؤال رقم 7 إذا كان إم في 9 تساوي 63، فإن إم تساوي كام؟ هو ايه العدد اللي نضربه في 9 يدينا 63؟ اكيد 7. ممكن انت تقول 1 في 9 ب9، و2 في 9 ب18، وهكذا لحد ما توصل للعدد، هتلقى العدد كام؟ 7. سؤال رقم 8 بيقول مربع طول ضلعه 4 سنتي، فان مساحته تساوي. احنا عارفين ان مساحة المربع ما تساوي طول الضلع في نفسه، 4 في 4 هتساوي 16 سنتيمتر مربع. يبقى مساحة المربع 16 سنتيمتر مربع. بعد كده السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. بيقول لي 1 مليار بالنسبة ل6 مليون. طبعا المليار أكبر من المليون، فاحنا هنقول له الإجابة الأولى اللي هي ألف، المليار أكبر من الإيه؟ من الـ6 مليون. السؤال رقم 2
بيقول لي من أزواج عوامل العدد 10. إحنا لما نحلل العدد 10 ده، نمسك العدد 10 كده ونحلله، 1 في 10 و2 في 5، يبقى من أزواج عوامل 10 الواحد والعشرة والاثنين والكام والخمسة. فإحنا عندنا في الاختيارات هنا الاثنين والكام والخمسة، فده هتكون الإجابة الصحيحة. السؤال رقم 3، أما تقول 672 في كام تساوي 672؟ طبعا 672 في 1، ولما نضرب العدد في 1 بنسميها خاصية المحايد الضربي، العدد مش أما يتأثر بعملية الضرب، فهتكون الإجابة 600 كام 72. السؤال الرابع بيقول لي هو كام سنتي ومتر يدينا 140 سنتي؟ احنا عارفين ان المتر فيه 100 سنتي، يبقى فاضل 40، يبقى هنا هو 40 سنتي ومتر تطلع 140 سنتي. العدد الاولي ليه كام عامل؟ عارفين ان العدد الاولي ليه عامليان فقط، العدد الاولي ليه عامليان فقط، زي مثلا الاثنين مفيش غير 2 في 1 او التلاتة 3 في 1، فعشان كده دي اعداد اولية. أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو المليون، أصغر عدد مكون من 7 أرقام هو المين؟ المليون، واحد وجنبيه 6 أصفار. السؤال رقم 7 بيقول لي 100 ناقص 80 في 1، طيب 100 ناقص 80 في 1 دي عايزين نعرف هتساوي كام؟ عشان نعمل احنا هنا، هل هعمل الطرح ولا الضرب؟ لا أكيد احنا هنعمل الضرب في الأول، وبعد كده الناتج اللي هيطلع هطرح منه كام؟ 100. يعني هقول 100 ناقص 80 في 1 بكام؟ ب80. يبقى احنا في الاول نعمل عملية الضرب، وبعد الضرب نعمل عملية الطرح. 100 ناقص 80 اللي هي ما تساوي كام؟ 20، فهتكون الاجابة 20. السؤال الرابع بيقول لي اوجد خارج قسمة 834 على 3، فباستخدام اي استراتيجية تناسبك. احنا طبعا هنعملها بحرف الكاف، هنكتب هنا المكسوم، وهنا نكتب المكسوم عليه اللي هو 834، ونعمل خط كده ونكتب جدول 3 1 2 3 4 5 6 7، ونشوف لو عوزنا تاني نكمل، ما عوزناش مش مشكلة. 1 في 3 ب3، 2 في 3 ب6، 3 في 3 ب9، 4 في 3 ب12، 5 في 3 ب15، 6 في 3 ب18، 7 في 3 ب21. هنقسم اول حاجة 8 على 3، هندور على 8، هل 8 موجودة بجدول 3؟ مش موجودة، هناخد الرقم الاصغر منها اللي هو الكام؟ اللي هو 6، والعدد اللي قصاد 3 بنكتبه فوق، بعد كده نطرح 8 ناقص 6 كام؟ 2، وننزل الرقم اللي على الدور اللي هو الكام؟ 3. تعالوا بعد كده ندور على 23، هل 23 موجودة في جدول 3؟ ندور على 23، مش موجودة في جدول 3، ممكن نزود هنا كمان 8 في 3 ب24. 23 مش موجودة، هنختار الرقم الأصغر منها اللي هو 21، والرقم اللي قصادها يطلع فوق، بعد كده نعمل عملية الطرح. 3 ناقص 1 2، و2 ناقص 2 0، احنا مش هنكتب الصفر، او ممكن تكتبه بس ملوش لازمة، وننزل بعد كده الرقم اللي عليه الدور اللي هو الكام؟ 4. بعد كده هقسم 24 على 3، هل 24 موجودة هنا؟ اكيد 24 موجودة، فهكتب 24 هنا، والرقم الاقساط هيتكتب فوق، وبعد كده نطرح 4 ناقص 4 0، 2 ناقص 2 كام 0. يبقى لما اقسم 834 على 3 هيطلع الناتج بتاعي 278، يبقى الناتج بتاعي هيطلع 278. السؤال اللي بعد كده بيقول لي استخدم النموذج الشريطي لحل المسألة التالية. النموذج الشريطي هنرسم نموذج شريطي بالمنظر ده، وطبعا هيبقى عندنا فوق الكل اللي هو العدد الكلي اللي احنا عايزين نجيبه اللي هو البي، وعندي هنا طبعا مين؟ عندي هنا الأجزاء، عندي هنا الأجزاء 53,500، وهنا 75,200. احنا عشان نجيب الأول هنعمل عملية جمع، يعني هجمع الجزء ده مع الجزء ده عشان أحصل على مين؟
على الكل. طبعا ممكن نجمعهم بطريقة أفقية وممكن نحطهم بطريقة رأسية. لو حطيناهم طب بطريقة رأسية ازاي؟ هنقول 53,000 كده و500 زائد 75,000 و200، نجمع مع بعض 0 زائد 0 0 0 زائد 0 0، 5 زائد 2 7، العلامة أو الفصلة تنزل. 3 زائد 5 بتساوي 8، 5 زائد 7 بتساوي كام؟ 12. يبقى المفروض البي ب128,700. يبقى المفروض البي هنا ب128,700. السؤال الثالث، أوجد العامل المشترك الأكبر للعددين 20 و30. طيب عشان نجيب العامل هنجيبه ازاي؟ هنمسك 20 نحللها، ونمسك برضو 30 نحللها. 20 واحد في 20 ب20، واثنين في 10، واربعة في كام؟ في 5. 30 واحد في 30، واثنين في 15، وتلاتة في 10 ب30، وخمسة في 6. بعد كده هنشوف أكبر عدد موجود هنا وهنا. طب إيه أكبر عدد موجود هنا وهنا؟ الواحد هنا وهنا، الاتنين هنا وهنا، التلاتة مش موجودة، الخمسة موجودة هنا وهنا، والعشرة برضو. فأكبر عدد موجود هنا وهنا اللي هو الكام؟ العشرة. يبقى العامل المشترك الأكبر للعددين اللي هو الكام؟ العشرة. السؤال الأخير معانا اللي هو السؤال الرابع، أوجد محيط ومساحة الشكل المقابل. عايزين نجيب محيط ومساحة الشكل الإيه؟ المقابل. عايزين نعرف المحيط بكام، وعايزين نعرف برضو المساحة بكام. طب تعالوا في الأول نجيب المحيط. هو الضلع ده ب50، يبقى الضلع ده ب50. الضلع ده ب30، يبقى الضلع ده بكام؟ ب30. وهنجمع التلات أضلاع مع بعض، 50 و50 100، و30 و30 60. يبقى الإجابة بتاعتنا 160. يبقى المحيط عبارة عن 50 زائد 50 زائد 30 زائد 30، هتساوي كام؟ قلنا 160. طيب عايزين المساحة. الشكل عبارة عن مستطيل، مساحة المستطيل لما تساوي الطول في العرض. ناخد مثلا ده الطول اللي هو 50، نضربه في العرض اللي هو 30، هتساوي، هكتب الصفرين بتوعي، وتلاتة في 5 بكام؟ ب15. يبقى المساحة بتاعت لما تساوي 1500 سنتيمتر مربع، لان دي مساحة. اما المحيط فهيبقى بالايه؟ بالسنتي فقط. وكده خلصنا فيديو الصف الرابع، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.